شوفي هذا اسمه سطح المكتب. ليش عم تعلميني بهالعمر؟ ما بدي اتعلم. جانا شوفي شو الفايدة يتعلم الواحد هالشي بهيك عمر؟ رح تعرفي بس شو. طيب ماشي مثل ما بدك. ايه ما له طعمه. حاكيك بعدين. ماشي أبوكي. جانا شو انتي لحالك؟ وين راحت بورفي؟ ايه هي راحت من زمان. طيب شوفي جانا. ليك مازن، بورفي راحت على بيت سوها. ولما وصلت سمعت فارشا وسهام عم يحكوا. في شي لازم تعرفه مازن، سهام هو اللي أنقذ حياتي. سهام اللي أخذني على المستشفى. ليش راحت بورفي لهنيك؟ أنا عم قلك عن سهام وأنت. هو مجرم، ما بيقدر ينقذ حياة حدا. لا هو مانو مجرم، هو اللي أنقذ حياتي. عندي إحساس إنه هالجماعة خططوا للحادث تبعك. أكيد كان في عندهم مخطط. بعتقد إنه نحنا لازم نطلب حماية لعائلتنا. لا مو بابا؟ لا تعمل هيك شيء أبداً. هو مانو مجرم، هو أنقذ بورفي مرة وهلأ أنقذني. كيف بدك؟ ليكي جانا، إذا أنت عم تقولي هيك أنا رح أقبل إنه أنقذك، بس هو أكيد كان في عنده دوافع ورا هذا الشيء. شو الدافع مازن؟ فكري شوي جانا. بالان هو سبب الحادث وسهام يلي أنقذك، شو معنات هذا الشيء؟ ما بيعني شيء مازن. يا جانا هنن ما بيفكروا بطريقتك الطيبة هاي، فهمي؟ في دوافع ورا كل خطوة بيعملوها. يعني هنن أول شيء تسببوا بالحادث تبعك وبعدين أنقذوكي، وهيك إذا مرة تانية اجتمعتي فيهم بتكوني مطمنة لألن وبيقدروا يهاجموكي بسهولة كتير. بس هو مانو مجرم، حاول تفهم إذا بتريد. ماما إذا بتريد افهمي. أنا جانا الأمور ما بتكون دائما مثل ما هي مبينة. معناتها بهالحالة ليش أنقذني؟ ما أنقذك، هو أنقذ حاله. كيف أنقذ حاله؟ جانا لما نجيتي من الحادث يلي هن دبروه وما صار لك شيء وشاف بعيونه أنك عايشة قام خاف، كان ممكن يتورط لأنه تسبب بهذا الحادث، ولحتى يضمن أنه ما حدا يشك فيه عمل حاله أنقذك وأخذك على المشفى فورا. طيب بهالحالة ليش تركني بالمستشفى وراح؟ ما كان لازم يضل؟ لأنه بيعرف أنه الحوادث لما بتصير بتعمل قضية بتحقق فيها الشرطة، والشرطة كانت رح تستجوبه أول شيء لأنه هو المجتبى وهو عنده محاكمة أصلاً، وما بده يتورط بقضية تانية. هدول بالان وسهام بيخافوا ينسجنوا، ولهذا السبب بالان هددني هداك اليوم. افهمي مازن، ما عم بفهم شو عم تحكي. حاسة انه صار عندي امل انه بقدر رجع ابني، وبعرف منيح انه شي يوم رح يرجع لعندي. شوفي جانا، انت هلأ عم تفكري بسهام باعتبارك امه، بس سهام لسه هو ما صار ابننا. بعدين الأولاد ما لازم يتلاعبوا بمشاعر أهلهم بهي الطريقة، لدرجة أنه بيصير صعب عليهم يميزوا بين الصح والغلط. يا جانا بترجاكي أنت لا تتأملي كتير من سهام، هو ما رح يرجع. دخلك مانو؟ نعم. اليوم عطلة مو هيك؟ ايه. إذا عطلة شو عم تعملي بالمطبخ من الصبح بكير؟ عم تعملي شي مميز؟ طبعاً، عم حضر العجينة لأعمل فطاير بطاطا محشية للكل، وعم جهز الطبخة. ايه منيحة كتير، البطاطا مسلوقة، خليني أقشرها. مو معقول هالشي، أمي؟ تركي من إيدك. ليش؟ أنتي لا تعذبي حالك، روحي وارتاحي. أنا مرتاحة كتير من لما أجيتي لهون، خليني أشتغل، خلص ما في. لا يا أمي، إذا بيشوفك فينود عم تشتغلي رح يعمل لي خناقة لإلي أنا. أنا بخانقه إذا خانقك، أنت لا تخافي. إذا بتريدي لا تعملي كل هالشي لو سمحتي، أنا بدبر حالي. والله داخل إمن القعدة. يعني مصرة تشتغلي؟ إيه؟ ماشي، رح وكلك مهمة كتير حلوة. روحي عادي هنيك، شغلي التلفزيون وتفرجي على الزي ألوان، وهيك رح تتسلي. ما أنا عم تضحك علي. يلا روحي. طيب ماشي.
رح اجلي هدول. شو هاد امي؟ ليش هيك؟ حطيهم؟ قلت لك ما في تشتغلي، يلا روحي عادي وارتاحي. بس لحظة، بوني. ايه امي. شو عم تعملي عندك؟ ما عندي شوية شغل للمكتب. ايه تعي لعندي على المطبخ شوي. مانو ليش ناديتي لها؟ أنا بدبر حالي، هي مشغولة بشغل المكتب، خليها تخلص. ايه وشو فيها إذا هي اشتغلت بالبيت شوي؟ هذا مو مشكلة، شفتيها لبورفي ما هيك؟ هي مستلمة منصب أعلى منها بالشغل، بس مع كل شغلة بالمكتب هي كمان بتساعدني بشغل البيت، يعني وين المشكلة إذا ساعدتني شوي؟ شو مشكلتها أمي؟ شو صاير معها؟ أول شي عم تخليني أشتغل معها، بعدين عم تمدح بورفي قدامي كل الوقت. طيب مانو ما رح تردي علي. لا ماشي الحال. ايه يلا روحي انت. ايه مثل ما بدك. نطفي هدول. امي انا لازم اعمل هالشي. ليش؟ شو قصدك ليش؟ شو مشكلتك؟ شو مشكلتي؟ شو مشكلتك انت؟ بدك يعني اشتغل شغل الخدم؟ بطي صوتك هلا بتسمعك. ليك هون. بس انت قلتي اذا بورفي هون رح تعمل حصتنا من الشغل، ليش عم تخليني اشتغل؟ شوفي اسمعي منيح شو رح قلك هلأ. لازم الواحد يشتغل شغلات صغيرة ليحقق مكاسب كبيرة. عمليها، بدها شوية تعب بس. شوفي إذا اشتغلتي رح تصيري بنت منيحة بعيون ستك، صح؟ أنا معي حق بنتي. أنت بنتي حبيبتي، خلص اشتغلي قد ما بدك وأنا رح أعمل الباقي عنك، فهمتي؟ يلا. أنت مو معقولة. أمي بتحبي تشربي شاي مع الفطاير؟ إيه شوي. فينود شو هاد؟ شوف قديش في عجقة على الإشارة، ما عم بتصير خضرة، كتير طولنا. أنا قلت لك إنك تبعت بورفي على السوق لأنه على طريقة هي ورايحة على المكتب، بس ما قبلت. مانو قليلي كيف بدنا نخليها تروح على السوق؟ اليوم هو يوم العطل الوحيد عندها، خليها ترتاح اليوم على القليلة. بعدين قوليلي كنت رح تبعتي بوني لو كانت محلة؟ فينود؟ مو هي فارشا اللي هنيك؟ ليك هنيك؟ ايه هي فارشا بذاتها. فينود دير وشك مشان ما تشوفنا. لا مانو لازم نلحقها عبيتها. شو؟ بس ليش؟ لأنه بدي أسألك عم سؤال ولازم تجاوبني عليهم. فينود ليش عم بتدخل حالك بهالقصص؟ خلص انسى. أخي اطلع ورا هدينك بسرعة. فينود بلاها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.